في الحقيقة احنا كنا في الليزرشيف بتاع الدولة التونسية. يوم يدخل المجلس التأسيسي في نشاطه فإن هذه الحكومة وهذا النظام المؤقت ينسحب معها. مجرد ما المجلس التأسيسي انتصب وانتخب رئيس احنا فهمنا اللي مأموريتنا انتهت. لكن بعد مدة تبين وأن الشيء اللي كنا نترقبوه من الناس اللي انتخبناهم ما كانش في مستوى أملنا، رجعنا. منهم قالت لي احنا عندنا 3 شهور ما كناش لحم. مش معقولة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها. هل ستترشح اي ولا لا؟ وانا ترشحت في عام 2014 مع 27 مترشح. شو اللي معنى؟ اللهم اني ظلمت نفسي.